أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي في قاعدة عيسى الجوية حفل استقبال وتكريم لعدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أناب سموه اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي لاستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص. وقام نائب قائد الحرس الملكي خلال الاستقبال بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.